السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي معي من جديد على قناة بانوراما للتعرف أكثر على أفضل المواقع وأفضل الفنادق للحجوزات حول العالم. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن فندق ميلينيوم وكيفية حجز هذا الفندق عبر مواقع الإنترنت الأونلاين، لكن أصدقائي قبل ذلك نود عمل لفتة صغيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن أهمية برنامج MBA أو ماجستير إدارة الأعمال، حيث يهتم بالعلوم الإدارية وتطبيقها في الأعمال المختلفة. ويركز برنامج MBA على تطبيق هذه العلوم والمعارف في حقول الصناعة والتجارة المختلفة، حيث أنه يمكن دراسة برنامج MBA عبر مواقع الإنترنت الأونلاين أو من خلال أكبر الجامعات في العالم، أو حتى من الكورسات المنفردة التي تدرس علوم MBA مثل الكورسات الموجودة على يودومي وكورسرا وإيدكس، حيث أن برنامج MBA يتيح للأشخاص القدرة على الفهم العام لأساسيات إدارة الأعمال فيما عدا الجانب الفني، فهي تساعد على تنمية المهارات والمعرفة الإدارية للدارس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتسويق والنواحي المالية. مبدئيا أصدقائي اليوم بإذن الله بحديثنا عن فندق ميلينيوم، فنود التعرف أكثر على كيفية حجز هذا الفندق عبر الإنترنت. عبر محرك البحث جوجل نبحث على فندق ميلينيوم، في مدينة دبي. أيضا أصدقائي بإمكان الاطلاع طبعا إلى العديد من الإعلانات التي ظهرت لنا. فأصدقائي بالنسبة لخدمات الإنترنت والتسويق الإلكتروني وحجز الفنادق وبطاقات الطيران من حول العالم، بما أنه لم يعد حكرا لشركة معينة كما كان الحال طبعا في السابق، فحاليا أصبحت الأمور أكثر سهولة وأكثر بساطة بسبب انتشار العديد من المنصات المواجهة لهذا الغرض. ولكن في المقابل كثرة هذه المنصات وضعت الأشخاص الذين يرغبون في السفر بحيرة من أمرهم عند الرغبة في حجز الفنادق عبر الإنترنت. لهذا السبب يمكن للمستخدمين الاستعانة بأفضل المواقع المتوفرة عبر مواقع الإنترنت والمتخصصة في مجال حجوزات الفنادق والتي تقدم أفضل الأسعار التي يمكن الحصول عليها. فيظهر لنا إعلان موقع بوكينج. طبعا إحنا إن شاء الله اليوم هنحجز عن طريق موقع بوكينج، فهو يعد من أفضل المواقع الموجودة عبر الإنترنت، وهو بوابة سفر مشهورة بخدمات حجز غرف فنادق أو مساكن عبر الإنترنت الأونلاين. تملكها وتشغلها شركة بوكينج، وتعد من أضخم الشركات وأكثرها شهرة حول العالم لحجز الفنادق بكل سرعة وسهولة وإتاحة لكافة الأشخاص من حول العالم، وتقدم حجوزات بأفضل الأسعار وأكثر الميزات، حيث يتوفر فيها إمكانية الحجز بسهولة بتوفير أكثر من 40 لغة في أكثر من 226 دولة من حول العالم. مبدئيا أصدقائي نرى فندق ميلينيوم في مدينة رام الله الموجود في عبر موقع بوكينج، لكن قبل ذلك نرى أنه إمكانية إنشاء حساب بالنسبة للأشخاص الغير مسجلين عبر هذا الموقع أو الذين لم يقوموا بالحجز مسبقا، فبإمكانك الضغط على إنشاء حساب وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وبعد ذلك بإمكانك التسجيل عبر هذا الموقع وحجز الفنادق. أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل مسبقا عبر هذا الموقع، بإمكانهم الدخول على تسجيل دخول وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والحجز فورا عبر هذا الموقع، حيث أنه يتيح موقع بوكينج للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل لأكثر من مرة خصومات وعروض تصل إلى 50% مقدمة من الموقع. فأصدقائي كما نرى موقع بوكينج يتيح أيضا للأشخاص إمكانية تغيير العملة من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر لتسهيل التعاملات المالية بين الأفراد. أيضا يتيح لنا موقع بوكينج إمكانية تغيير اللغة لتسهيل التنقل كما يناسب كل شخص وكل دولة. أيضا أصدقائي نرى العديد من القوائم الموجودة في الأعلى منها الإقامات، حيث يجب على كل شخص تحديد مكان إقامته أو المكان الذي يرغب في حجز الفنادق فيه. وأيضا رحلات الطيران، حيث يحدد لنا موعد رحلات الطيران وتنظيمها. تأجير سيارات، حيث يتيح للأشخاص إمكانية تأجير سيارات في عبر هذا الموقع لتسهيل طبعا التنقل داخل الدولة بأفضل الطرق وأسهلها.
وللتعرف أكثر على الأماكن السياحية الموجودة فيها. أيضا يتيح لنا موقع بوكينج إمكانية تأجير سيارات للمطار تنقل الأشخاص من المطار إلى الفندق الذي قاموا بحجزه فورا لتسهيل طبعا التنقل وتوفير الوقت عليهم. هنا أصدقائي لنرى كيفية حجز فندق ميلينيو عبر موقع بوكينج. فهنا أصدقائي الوجهة مدينة رام الله كما حددنا مسبقا. بالنسبة لتاريخ الوصول بإمكان الأشخاص تحديد موعد الوصول أو موعد الحجز في هذا الفندق وإمكانية تحديد موعد المغادرة. فقمنا بحجز 3 ليالي داخل هذا الفندق. فنقوم أيضا بتحديد الأشخاص الذين نرغب في اصطحابهم معنا إلى هذه الرحلة، وإذا ما كان معنا عدد من الأطفال أم لا، والغرف التي نرغب في حجزها. أيضا أصدقائي بإمكاننا تحديد العمر، عمر الأطفال أو الطفل الموجود معنا حتى يقوم الفندق بتوفير سبل الراحة، ونضغط على محرك البحث. فهنا أصدقائي ظهرت لنا طبعا العديد من الفنادق والتي متوفر فيها 3 أيام في هذا الموعد. فنحن اخترنا فندق ميلينيو. فقبل الحجز عليك الاطلاع على الواجهة الأساسية لهذا الفندق لضمان الراحة والاستمتاع داخل هذا الفندق. فأصدقائي بعد الاطلاع على صور هذا الفندق من الداخل والخارج يوضح لنا موقع بوكينج من هنا إمكانية طبعا الاطلاع على الإيجابيات والسلبيات الموجودة داخل الفندق وآراء الأشخاص الذين كانوا مقيمين من قبل في هذا الفندق، وأيضا تقييمهم لفندق ميلينيو بعد تلقي الخدمات. فأصدقائي بعد الاطلاع على الإيجابيات والسلبيات وآراء الأشخاص والواجهة الأساسية لهذا الفندق، نرجو من الجميع الاطلاع على جدول المرفق في الأسفل لضمان طبعا كافة المعلومات المدخلة بشكل صحيح. هنا نوع الغرف، فمثلا نحتاج غرف كلاسيكية توفر في كل غرفة سرير واحد مزدوج كبير، وأيضا مساحة كل غرفة 30 متر مربع وإطلالة على مسبح، فتتسع الغرفة لأكثر من 3 أشخاص والسعر ل3 ليالي محدد طبعا. وبإمكانك أيضا تغيير عدد الغرف التي ترغب في حجزها. بعد ذلك أصدقائي إذا كنت معني بهذا الحجز عليك الضغط على سوف أحجز، فيقوم موقع بوكينج بالحجز فورا لك داخل هذا الفندق. وأيضا يتيح لنا موقع بوكينج إمكانية إلغاء الحجز إذا تعرض طبعا الأشخاص لأي ظروف قبل الرحلة، فبإمكانك الدخول عبر هذا الموقع وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والقيام بإلغاء الحجز بشكل فوري ومجاني عبر هذا الموقع لتوفير طبعا أموال الأشخاص بالإضافة إلى توفير أوقاتهم وتسهيل عملية إلغاء الحجوزات داخل الفنادق بكل سهولة وبساطة. فهكذا أصدقائي بنكون قد زودناكم بكافة المعلومات التي قد ترغبون في الحصول عليها لحجز الفنادق من حول العالم بطريقة سهلة وسريعة ودون التعرض لأي ضغوطات طبعا أو لأي مشاكل. فنتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وحصلتم على كافة المعلومات، وإن شاء الله نتمنى منكم دوام متابعتنا على قناة بانوراما للتعرف أكثر على أفضل المواقع وطرق حجزها عبر مواقع الإنترنت الأونلاين بكل سهولة وبساطة، وأيضا بتوفير أكثر وباستفادة من خدمات يقدمها لنا المواقع. ولكن قبل الانتهاء من هذا الفيديو نود التذكير بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضرورة دراسة برنامج الـ MBA طبعا أو برنامج ماجستير إدارة الأعمال حيث يهتم بالعلوم الإدارية وتطبيقها، وأيضا بإمكانكم دراستها عبر مواقع الإنترنت الأونلاين أو من خلال أكبر الجامعات في العالم أو حتى من الكورسات المنفردة التي تدرس علوم الـ MBA مثل يودومي وكورسرا وإيدكس. وأيضا حيث يتيح للأشخاص القدرة على الفهم العام لأساسيات إدارة الأعمال فيما عدا الجانب الفني، وقد تساعد الأشخاص في تنمية المهارات والمعرفة الإدارية للدارس للمشاريع الصغيرة والتسويق والنواحي المالية.
وبهيك طبعا بنكون خلصنا او انتهينا من شرح فيديو اليوم عن افضل المواقع وافضل الطرق لحجز الفنادق حول العالم. نتمنى منكم ان شاء الله دوام متابعتنا عبر هذه القناة للاستفادة اكثر من كافة المشاريع وكافة الفيديوهات المقدمة في حجز الفنادق وحجز رحلات الطيران حول العالم. فاصدقائي دمتم بخير والى اللقاء.